ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان دير. هكذا حدثنا فودكا بالليمون. لم يدخل مهاجرنا الوطني في السويد إلى البيت قادما من العمل لأنه يقبض راتبه دون عمل. هذا الحكي أيام التسعينات. فهو الآن في مدينة الأحلام ستوكهولم التي كلفته الكثير الكثير للوصول إليها مع عائلته الصغيرة التي لا تتجاوز 7 أولاد بعيون البلدية التي تدفع لهم رواتبهم واحدا واحدا على الطريقة التي يحبها المهاجر وهي يورو ينطح يورو أو كورون ينطح كورون. لكن الأولاد يذهبون إلى المدرسة وزوجة المغترب أو المهاجر لم تعد تستطيع السيطرة على ابنتها الفتاة اللي صارت صبية، فهي تروح وتجي على كيفها وكأنه لا أب لا ولا أم. يعني بصراحة البنت فلتانة على حل شعرها. ويقول المغترب لابنته أن الذهاب إلى النادي مع الأصدقاء والصديقات لا يناسب عاداتنا وتقاليدنا، فترد ابنته بوقاحة بأنها تعيش في ستوكهولم وليست مهتمة بعادات المهاجرين وتقاليدهم. فيضطر المهاجر إلى صفعها كما يحدث في الأفلام العربية عندما يطفح الكيل بالأب الحنون، ثم يكمل المشهد بسحلها ورميها في غرفتها ومنعها من الذهاب إلى المدرسة. لكنه يفاجأ بالشرطة تطرق بابه وتحقق معه وتتدخل في حياته وتنذره بالترحيل والتسفير إذا بيعيد هالحركات مرة ثانية. وتعود الفتاة إلى مدرستها وإلى أصدقائها وصديقاتها، ورقم الشرطة أصبح محفورا في رأسها. وبينما الفتاة جالسة تدرس دون أن تهتم بما يقول لها والدها من نصائح ومحاولات أخيرة لإعادتها إلى الحظيرة الشرقية التي يحبها ويحب رائحتها ويحب سيطرته عليها، ينطق الطفل الصغير مدافعا عن أخته، فيضطر المهاجر اللطيف عادة إلى ضربه بواسطة أقرب حذاء تقع يده عليه قائلا له: خراس يا حيوان. لكن الولد الذي لم يفقس من البيضة يصرخ محتجا ما معناه أنه ليس حيوانا، فينهض المهاجر ويشبعه ضربا حسب المواصفات القياسية الشرقية. وفي اليوم التالي تستدعي الشرطة المهاجر من جديد وتنذره من جديد بالترحيل والتسفير إذا ما تجرأ ومد يده على الصغير. ويعود المهاجر مهموما، فهو بلا سلطة في بيته، كما أنه لا يحب عادات أهالي ستوكهولم في تدليل الأولاد وغض النظر عما تفعله البنات. لكنه بلا حول ولا قوة، فالأولاد يأخذون رواتبهم من ستوكهولميين وهو كذلك. وأوقات الفراغ كبيرة والثلوج كثيرة والعين بصيرة والإيد قصيرة، فيجلس ويشعل سيجارته القصيرة ويشرب قدحا من الفودكا بالليمون اللي هي كل شي تعلمه من ستوكهولم، ويشرب ويشرب، ثم يبكي على سلطته المفقودة، ويبكي بسبب أبنائه الجحودين، ويبكي بسبب الفراغ القاتل الذي يعيشه. فيفتح على الانترنت ويقرأ ما يكتب على المواقع الوطنية، وعندما يرى أن جاره يكتب الشعر وينشره في المواقع يقرر أن يصبح شاعرا ويكتب شعرا عن الحرية. وبعد فترة يرسل $500 لدار نشر في حضن الوطن ويطبع كتابه على حسابه، فيصبح شاعرا مطبوعا بالعربية الفصيحة. وبعد سنوات يعود إلينا مبتسما وينظر إلينا متعجبا ويضحك من تخلفنا ومن تسلطنا ومن كثرة ساعات عملنا، متفاخرا بالراتب الذي يأخذه دون أن يذرف قطرة عرق، ويتعجب من سوء تعاملنا مع أبنائنا، كما أنه يطلب فودكا بالليمون ساخرا من عرقنا. هكذا حدثنا عبد المجد. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريا.